خلينا نشوف نماذج حقيقية ونماذج مشرفة من الغالية مصر. نشوف هذا التقرير ونعود. أم الدنيا، هكذا نعرفها ونعرفها، وهكذا كانت مصر وستظل ولادة. مصنع كبير لقصص البطولة والنجاح، مصنع لا يتوقف ولا يكل العمل. وعن مصر والمصريين كتبت الكتب وألفت المؤلفات في قدرة أبنائها بأقل الإمكانيات وبلا إمكانيات عن تخطي الصعاب ومواجهة كل عائق واجتياز كل حد للوصول إلى هدفهم ومبتغاهم، فكانوا دائماً المصريين هم. أنت أروع من خوف وخفرة ومنقلع، أنت في كلمة محمد واسمك صلاح. محمد صلاح أيقونة العصر، ليس فقط رياضياً ولا على مستوى اللعبة الأشهر والأكثر شعبية في العالم، بل على كل مستوى وفي كل موضوع. فهو القروي النازح من نجريج، القرية المتواضعة، الباحث عن فرصة ليحقق حلماً لم يكن يدرك أنه سيصل يوماً إلى تتويجه باللاعب الأفضل على مستوى العالم. بدأ حياته ساعياً صادقاً ومصدقاً في موهبته وقدراته، وموقناً أنه سيستطيع. من المقاولون العرب إلى بازل، ثم تشيلسي، ثم روما، وأخيراً ليفربول، واحد من أهم فرق كرة القدم عالمياً. وفي كل خطوة يخطوها أبو مكة يؤكد ويفخر بأنه ابن أم الدنيا البار، وأنه وإن هجرها حتى حين فإنها لم تهجر قلبه وروحه. مجدي يعقوب الأعظم على الإطلاق، السير الذي منحته ملكة انجلترا لقب فارس، أرفع الألقاب الملكية التي لا تمنح إلا لذوي الشأن الفائق الرفعة ومحدث الفروق والتأثير الأقوى في مجتمعاتهم والإنسانية بشكل عام. يلقبه العالم بملك القلوب، وهو اللقب الذي استحقه عن جدارة، واحد من أمهر جراح القلب على مر التاريخ، من بلبيس بمحافظة الشرقية المصرية إلى أهم وأكبر مستشفيات العالم، دارساً ثم مدرساً ثم خبيراً. يأتي إليه الجميع من كل صوب وفج لينهلوا من علمه أو ليداوي جراح قلوبهم، لكنه دائماً يذكر ويختار أم الحبيبة مصر ليوليها عناية خاصة وفائقة، ويزورها ويهتم بمرضاه من أبنائها بشكل شخصي شديد الاحترافية وشديد العاطفية أيضاً. أحمد زويل آخر سفراء مصر في نوبل، عالم الكيمياء الأمهر في العالم، واحد من أساطين العلم في بلاده وفي بلاد العالم، أبو كيمياء الفيمتو كما لقبه العالم، الذي ولد في دمنهور المصرية وتخرج في جامعة الأسكندرية، وواصل الليل بالنهار لينتزع مكانة لا يباريها مكان في أهم مختبرات وجامعات العالم كأستاذ لعلم الكيمياء، ثم مخترع الميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية. زويل الذي أبهر العالم بعلمه وقدراته العقلية والعلمية، والذي كان أيقونة للتواضع والإثار، هو واحد من أبناء أم الدنيا الأبرار، الذي رفع رايتها وحلق باسمها في أفاق الدنيا كلها. يعني زي ما بنحكي دايما، المصريين هم حيوية وعزم وهمة وقوة ونصر وإنجاز، ومش أول مرة على مصر. وإحنا دايما أي نموذج مصري بيطلع نحن كعرب نحكي مش أول مرة على مصر، ومصر ولادة دايما للإنجاز، ولادة لكل الأفكار، وولادها مهما تغربوا وراحوا ولفوا العالم بيرجعوا لمصر.